أران المسيفرة، هذا منزل أبو يوسف الزعبي من بلدة المسيفرة، وهذا الرجل مغترب ويملك شركة في الخليج. انظروا ماذا فعلوا في منزل هذا الرجل أبو يوسف، قاموا بإطلاق النار على الباب لخلعه، من ثم قاموا بسرقة المعدات الكهربائية من المنزل، وثم قاموا بإحراق المنزل بالكامل. انظروا ماذا حل بهذا المنزل، لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يعد صالحا للسكن.